جريدة تكتك أعادت للصحيفة هيبتها بعد الانفجار التكنولوجي الذي حصل في العقد الأخير، يعني خاصة أن السلطة يعني تريد أن تعيدنا إلى ما قبل هذا العصر بحجب الإنترنت وقطع وعزلنا عن العالم، فهذا لا يؤثر على مسار الاحتجاجات لدينا. نعمل جريدة ونعمل إذاعة ويستمر التواصل والتضامن فيما بيننا. جريدة تمثل لسان حال المتظاهرين، أخبار التظاهرات كافة مناطق العراق، في المناطق اللي بيصير تظاهرات، شلون تحث المتظاهرين على القدوم إلى ساحات التحرير، على المواظبة بأماكنهم، نصائح حلوة، أخبار التطورات اللي مثلا بشأن الحكومة أو بشأن المتظاهرين.